تمام. واحنا دلوقتي ان شاء الله كده شكلنا طلعنا لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ايه، هطلب بس من اللي معانا او اللي شايفيننا انهم يقولونا انهم سامعيننا وشايفيننا بوضوح، عشان ان شاء الله بإذن الله نبدأ. ايوه، اي حد كده يقول هل سمعنا وشايفنا بوضوح؟ اني كومنت. الصوت، هل الصوت واضح والصورة؟ معانا لايك. ايوه، الصوت تمام واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة أمنية من دمياط دنتال كورس، منورنا ومشرفنا النهاردة دكتورة سميرة. ان شاء الله بإذن الله بمحاضرة ممتعة وممتعة ومفيدة في Let's Go Digital، وهتتكلم معانا بكل تفصيل وأوضح إن شاء الله بإذن الله. هنناقش كل التوبكس الأربعة، ومعانا إن شاء الله بإذن الله كده هنسيب بقى دكتورة سميرة تكلمنا وتمتعنا بأسلوبها الشيق إن شاء الله بإذن الله. هيبقى في فترتين أسئلة هندخل فيهم في النص، ولو محتاجين أي توضيح إن شاء الله بإذن الله بنكتب في كومنت وعلى طول إجابة إن شاء الله بإذن الله هتوصل. اتفضل يا دكتور. مساء الخير، معاكم سميرة دفاعي. يا رب كده النهاردة يبقى ساعة لذيذة وخفيفة نتكلم فيها ببساطة كده عن شوية مواضيع ريليتد للديجيتال. احنا النهاردة التوبيك بتاعنا هيبقى متقسم أربع نقط. أول نقطة introduction and presentation، بعد كده عنوان تاني it's time to go digital، digital practice، وآخر حاجة خالص how to pick the right scanner. أعرفكم الأول بنفسي، أنا سميرة الرفاعي، خريجة المنصورة 2017. في الفترة دي كانت بقى فترة قاعدة، فترة الامتياز ما كانش فيها أي حاجة أقدر أعملها، فحاولت إن أنا أتعلم أكتر وقدمت على الزمالة البريطانية العامة، والحمد لله حصلت عليها. يعني مش وقته قوي إن أنا أتكلم عنها دلوقتي، لكن هقولها بجملة بسيطة، هي خلتني تقيلة في العيادة. يعني ابقى عارفه ازاي اتصرف في الحاله وازاي اعرف اعمل مانجمنت كويس، ولو حاجه بعيده عن قدراتي ازاي ابقى اعرف اعمل ريفير، وازاي اتكلم كمان مع الدكتور اللي انا بعمله ريفير، سواء كان دنتست او حتى فيزيشن. بعد كده، بعد نتيجه الزماله على طول ما طلعت في شهر أربعة، سمعت بعد كده على ديجيتال كورس كان اكسوكاد، كان في كمبانسكي، كنت انا ساعتها بادئه في كوزمو دنتال مع دكتور مشعل سليم، يا رب يكون شايفنا دلوقتي. كنت ساعتها بادئه، رجعت بقى من الزماله بادئين بقى نشوف السوفت ويرز والديزاينز وكده والانترا اورال سكانرز، فكنت بادئه يعني اخري اعمل ديزاين لكراون او حاجه. بعد كده ما اخدت الكورس ده بدات اشوف لا السكوب اوسع كتير جدا من ان انا بص لحته ضيقه قوي. هأكد على الكلمة دي برول مهمة قوي هتكلم عليها كمان شوية، فكرة السكوب وإن إحنا إزاي نوسع السكوب بتاعنا والرؤية بتاعتنا وإن إحنا نبقى شايفين البيج بيكتشر. بعد كده بدأت أبقى انترستد أكتر في الديجيتال ورك فلو، ديجيتال امبلانت دنتستري، دي الريسنت انترست بتاعتي دلوقتي اللي أنا شغالة عليها، وأتمنى كده إن ربنا يوفقني في الخطوات اللي أنا باخدها، والديجيتال سمايل ديزاين والكات كام إن جنرال. تعالوا ندخل بسرعه الموضوع. احنا لو بصينا لمجال طب الاسنان ده على انه صناعه، صناعه ليها انبوت وليها اوتبوت وليها برودكت بنبدا نتعامل معاه وبنشتريه وبنجيبه وبنحاول نطور بيه الشغل بتاعنا ونبدا نشوف البرودكت ده الريتيرن انفستمنت بتاعه عامل ازاي. يا ترى ايه الترندز الاكسبكتد الفتره الجايه في الديجيتال دنتستري بتاعنا؟ في سيرفي اتعمل على مجموعة من الأطباء ومجموعة من الأوبريتورز ومجموعة من الأونرز. اتعمل السيرفي ده في بريطانيا، قعدوا يسألوهم شوية أسئلة كده، انت
الدنيا رايحه فين. تعالوا نشوف السيرفي، السيرفي ده من على صفحه سيرونا. فبيسالوهم بيقولوا لهم الاوريدي بيرشيزد تكنولوجي، انتوا التكنولوجي اللي انتوا عملتوا فيها انفستمنت في العياده بتاعتكم او في السنتر بتاعكم، التكنولوجي دي كانت عباره عن ايه؟ ناس قالت ان انترا اورال ديجيتال سنسورز، ناس اتكلمت على البراكتس مانجمنت سوفت وير، ناس اتكلمت على الانترا اورال كاميرز، ناس اتكلمت على البانوراميك ديجيتال سنسورز، وناس قالت التريتمنت سنتر. كانت اعلى نسبه خالص اللي هي اعلى حاجه الناس دفعت فيها فلوس علشان تطور من شغلها وتطور من البيزنس بتاعها كانت الانترا اورال ديجيتال سنسورز. السيرفي ده كان معمول في 2019. رجعوا تاني سألوهم سؤال تاني، طيب انتوا عندكم نية تشتروا في ال 12 شهر الجايين ايه من التكنولوجيا الموجودة في السوق الوقتي؟ عندكم نية تطوروا الشغل بتاعكم بديفايسز ايه، بأفكار ايه؟ فناس اكتر نسبة يعني من الناس دي قالت ان احنا هنشتري الانتراورال سكانرز، دي كانت بنسبة 22%. ناس تانية قالت هنستخدم الانتراورال كاميرز بنسبة 12%. وقعدت بقى تتراوح النسب في الاخر ما بين التريتمنت سنترز و3 دي برينترز واذر ديفايسز، كانت اقل حاجه وات ايفر بقى الاذر ديفايسز دي، سي بي سي تي، سوفت وير بتاع المانجمنت بتاع العياده والى اخره. انا ليه بتكلم على الارقام دي؟ انا ليه قاعده بتكلم الناس ناويه تشتري تكنولوجي في ايه؟ الناس بتحاول تطور من نفسها في ايه؟ هنتكلم عن النقطه دي دلوقتي. احنا قلنا الكلام ده كان ستاديز معموله في بريطانيا. طب لما جم عملوا الاستادي دي في اكتر من دوله، عملوها في جيرماني واليابان والولايات المتحده، قال لهم في السيرفي ده ايه اكتر خمس او ايه اكتر اهم ديفلوبمنتس شايفينها في الديجيتال دنسر. ناس قالت، ودي كانت اكتر نسبه، 62% قالوا الانترا اورال سكانرز. الانترا اورال سكانرز اللي اظن ان هي خلال، يعني خليني اكون متفائله ان هي مش قبل سنتين او مش اقل من سنتين، ممكن قبل كده كمان، الانترا اورال سنسرز، سوري، الانترا اورال سكانرز هتبدا يتعامل معاها كانها بالظبط زي الكونترا. انت بيشنت بيجي لك بتاخد له انترا اورال سكان، تبدا تاخد له الديجيتال انفورميشن بتاعتك، الصور، يبقى معاك داتا للبيشنت. يا سلام كمان لو انت معاك الدايكون فايل او السي بي سي تي، تبدا تعمل ديجيتال بلاننج للبيشنت بتاعك بالداتا دي. فنرجع تاني، احنا قلنا ان الانفستمنت اللي كانت او الديفلوبمنت المهم الناس شافت في السيرفي ده بنسبه 62% ان الانترا اورال سكانرز هي اعلى حاجه، يليها ال 3 دي اكس رايز، يليها الاكسترا اورال سكانرز، اكسترا اورال سكانرز او الديسك توب سكانرز او الى اخره يعني، والكات كام سيستمز خاصه الشير سايد والديجيتال ميديكال ريكوردز. موضوع الريكوردز ده مهم قوي، ان احنا نحافظ على الكونفيدنشياليتي كمان بتاعت البيشنتس، وان احنا نحتفظ بالريكوردز لفتره طويله عشان البيشنت جم بعد كده احتاجوه. فالموضوع ده بيبقى مهم قوي عندهم اكتر كتير مننا يعني، فكره ان انت تحافظ بيها اللونج تيرم وتكون سيف بشكل كبير. طيب اخر حاجه معانا في السيرفي على برضو الدكاتره وعلى البراكتس اونرز، بيقولوا لهم when do you plan to purchase an intraoral scanners. مش انتوا قلتوا ان الانفستمنت او الديفلوبمنت اعلى حاجه في الانتراورال سكانرز؟ طب انت ناوي تشتري سكانرز بعد قد ايه؟ 18% قال لك خلال ال 12 شهر الجايين، 28 منهم قال لك خلال السنتين او الثلاثه الجايين، 17% خلال الخمس سنين، من خلال الست ل 10 سنين كانت نسبه 7%، 30% ناس قالت مش هشتري خالص. طيب البيانات اللي انا بعرضها دي والداتا اللي انا بعرضها دي فيها تباين وفيها اختلاف، الاختلاف ده جاي ازاي؟ في حاجه اسمها ادوبشن كيرف. يعني ايه ادوبشن كيرف؟ يعني لما يجي فكره جديده، لما يجي حاجه هتسهل علينا حياتنا في حاجه او حاجه هتحل لنا مشكله، الناس بتتقسم وبتتباين في الريسبونس بتاعها، ان هي تادوبت، ان هي تتبنى الفكره او تتبنى الحل اللي هيحل لها المشكله ده لكذا كاتيجوري. اول حاجه خالص الناس اللي بتخترع، الناس اللي بتعمل الانوفيشن، الناس اللي بتقول الفكره دي هتحل لنا المشكله الفلانيه، دول اول كاتيجوري، دي الناس اللي بتقدر تشوف المشكله وتبدا تدور لها على حلول. بعد كده الناس دي تقول والله يا جماعه في فكره اهي بتحل لنا المشكله الفلانيه وهتسهل علينا فيها. ناس تانية اسمها الايرلي ادوبترز، الناس الاوائل اللي هيتبنوا الفكره دي،
يبداوا يقولوا اه والله انا شايف ان الفكره دي هتحل لنا المشكله الفلانيه، انا شايف ان الانترا اورال سكانرز هيحل لنا شويه مشاكل، انا شايف ان انا لما استخدم ال 3 دي برينترز شير ساين هبدا اقدم للبيشنت سيرفيس احسن، هبدا اوفر في الوقت. فالناس دي بتتبنى الفكره حتى من غير ما تشوف الريزلت بتاعتها، هي اللي بتجرب تراي اند ايرور، هي اللي بتشوف الكلينيكال ابلكيشنز ولو حصل معاها مشاكل ازاي تعدلها. بعد كده بيبقى في فتره توقف في التكنولوجيا او الفكره الجديده دي، فتره التوقف دي بتبقى ما فيش فيها اي ريسبونس، لسه الدنيا بتبقى تراي اند ايرور، فالموضوع بياخد وقت فيها. بعد كده بنقدر نطلع بريزلت، سواء ان الحاجه دي اثبتت ان هي كويسه او ان الحاجه دي اثبتت ان هي كويسه بس محتاجه ان احنا نشتغل عليها اكتر ونطور منها لان كان فيها ديفكت، او ان الحاجه دي لا خلاص يعني شايفين ان احنا محتاجين نشوف حاجه بديله لحل المشكله دي. يبقى بعد كده الكيرف بتاعنا يبدا يعلى الريسبونس من حيث عدد الناس اللي بتادوبت الفكره، ينقسم لحاجتين الايرلي ماجوريتي والليت ماجوريتي، الناس اللي بترسبونس ان هي تادوبت الفكره او تادوبت التكنولوجي الجديده دي تبدا تنقسم لناس تادوبت بسرعه لان هي شافت الريزلت، طب ليه ما اجرب، انا شفت السكان عند صديق ليا في العياده فابدا اساله وابدا اجرب وابدا اخد الخطوه ان انا اطبقه عندي. في ناس تبقى متاخره شويه متخوفه شويه تفضل جوه الكومفورت زون بتاعتها، ما بتحاولش ان هي تادوبت الفكره في الاول، تستنى كده اما تشوف اما اجرب اما اشوف ده لما يجيبه فعلا هيبقى في عائد على الانفستمنت بتاعه يعني ولا لا، ولا لا خليني كده شويه لما اشوف يعني ان التكنولوجي دي رايحه فين وبعدين ابقى اشوف، انا مش محتاجها دلوقتي، انا شايف ان انا هفضل في الكومفورت زون بتاعتي ومش ناوي اخد ستيب لقدام. واخر كاتيجوري خالص معانا اللازردز او الناس اللي هي ما بتحاولش تاخد الريسك خالص، بتحاول تشوف التكنولوجي طبقت مره واثنين وثلاثه وعشره وبعد كده ابقى اجيبها، انا مش هاخد الريسك خالص. فاي فكره جديده او اي تكنولوجي جديده نازله او اي حاجه جديده بتحاول تحل مشكله او تساعد الناس ان هي توفر عليها وقت او حاجه، الناس بيختلف الريسبونس بتاعها على حسب الايه الكيرف ده. انا ليه بقول كده؟ لان في قاعده مهمه قوي انا هقسمها لثلاث كلمات، سي اندرستاند اكت. انا ببص واشوف سي، ببدا اوسع السكوب بتاعي. في الاول هنا احنا شفنا مع بعض شويه ستادز للماركت بره عامل ازاي، والناس بتحاول تانفستمنت تحط انفستمنت فلوسها في ايه، الناس بتحاول تدخل تكنولوجيا عندها ايه، الكلام ده من 2019. طيب انا موسع دايره الرؤيه بتاعتي او اوسع دايره التكنولوجي رايحه فين وانا ببص عليها وبروح وبشوف وبقرا ارتكلز وببدا ادخل على سيرفيز واشوف ارقام واشوف الناس اللي جابت التكنولوجي دي في السيركل القريبه مني، او حتى اجوجلت ابدا سيرش واشوف وادخل واشوف فيديوز كتير. كل ده بيوسع لي دايره السي، بيوسع لي دايره المعلومات اللي داخله الانبوت اللي داخل السوفت وير لدماغي. بعد كده ابدا understand استوعب افهم بكام طب فين طب مين جربه، ابدا understand يبدا موضوع ياخد داتا بقى وابدا اعمل لها انالايز. كل ده هتنقل للخطوه الثالثه اللي هي act، اخد اكشن وابدا اشوف ازاي التكنولوجي دي هستخدمها علشان ابدا اطلع بيها سيرفيس احسن او برودكشن احسن. يبقى انا بالنسبه لي الاونلاين ميتنج بتاعنا النهارده او الليكتشر بتاعتنا النهارده لو خرجنا بيها بس بالجمله دي، ان هي حاجه بتخلينا نغير المايند سيت بتاعتنا. احنا كل يوم هيبقى فيه تكنولوجي طالعه جديده، كل يوم هيطلع فيه فكره جديده بتحل مشكله معينه. لو انا كان عندي المبدا بتاع ان انا سي واندرستاند واكت، انا كده هبقى حريص ان انا اطور من نفسي واشوف واجرب وادخل اشوف التكنولوجي الجديده دي عامله ازاي وابذل مجهود واستوعب وافهم وبعدين اخد اكشن. لو انا خرجت النهارده ان كذا حد استوعب بس الجمله دي يعني it's fair for me، ده بالنسبة لي كويس جدا. دي كانت introduction على التكنولوجي، احنا رايحين فين، الجلوبال ستادز بتقول ايه، علم النفس بتاعنا بيقول ايه، واحنا بنتعامل مع التكنولوجي الجديدة. هننقل بعد كده على الديجيتال براكتس. انت قاعدة تقول لنا ان التكنولوجي وازاي نطبقها وازاي واهمية ان احنا نوسع مجال الرؤية. طيب ايوه، يعني التكنولوجي دي ممكن استخدمها في ايه، ممكن اطبقها في ايه. الحاجات اللي انا هعرضها دي كيسز من الناس عملوها وكيسز انا عملتها، هبدا برضو الامانه العلميه هتخليني اوضح ده. الكيس دي مش انا اللي عاملاها بس انا بقول فيها ان في براكتس نقدر نستفيد من التكنولوجي من اكس وكاد
من whatever design, exocad, plusky, blender, اي سوفت وير عندي ابدا اتعلمه وادخله داتا يطلع لي ريزلت, ابدا اطلع ديجيتال براكتس بشكل احسن. مثال زي ده مثلا من الامثله دي كاستم ابارتمنت, كاستمايزد ابارتمنت, انا بقدر اخد البيشنت سكان بودي احطه له, ابدا اخد سكان, ابدا ادخل الداتا بتاعت اس تي ال فايل اللي يطلع لي من السكان ده, اعمل ديزاين في 10 دقائق للبروسيسز تبقى فوق الامبلانت, وابدا ادليفر ات از تمبري كراون مثلا. كل ده سيف تايم, سيف ايفورت, بقدم سيرفيس بشكل احسن. طيب ايه امثله تانية؟ حاجه زي كده مثلا, ده اول صوره هنا على الشمال, ده سوبر امبوزيشن لدايكون فايل على اس تي ال فايل. يعني ايه؟ انا الصيغه او الاكستنشن بتاعه الفايل, لو زي مثلا الصوره جي بي جي مثلا, ده اكستنشن الصوره للفوتوز. برضو الاكستنشن بتاع الملف اللي خارج من الكوم بيم اللي انا ببعت العيان يتصور يطلع لي في الاخر ملف يجي لي وتفر على اسطوانه او يبعت لي على الميل, بيبقى الاكستنشن بتاعه دايكوم اللي هو ظاهر باللون الجراي هنا. طيب انا باخد سكان للبيشنت, جبت البيشنت وقعدته اخدت له انترا اورال سكان, طلع لي ملف, الملف ده وتفر اتس اس تي ال او بي ال واي. اس تي ال ده الاكستنشن بتاع الملف اللي خارج من السكانينج, تمام. طيب البي ال واي ده برضو بيبقى الملف اللي خارج من السكان بس بيبقى كالورد زي اللي قدامنا ده, بدخله على السوفت وير, ده معمول على البلو سكاي, بيعمل سوبر امبوزيشن للاثنين على بعض, بيركب الدايكون فايل والاس تي ال فايل او بي ال واي فايل. بعد كده ببدا بشويه خطوات, ابدا احط الامبلنت بتاعي, ابدا اظبط الامبلنت بوزيشن بتاعي 360 درجة, أبص حواليه البون عامل إزاي, طب الليفل بتاعه عامل إزاي. بعد كده أضيف الأباتمنت بتاعتي أو أضيف الكراون وأحط خلاله الأباتمنت عشان تبقى بروستاتيك دريف. الأباتمنت دي من خلال البلانينج هبدأ أشوف هل هي ستريت أباتمنت ولا هحتاج أنجلد أباتمنت. طيب ده أنا كله هعرفه قبل ما أعمل أي حاجة, قبل ما أعمل أي بروسيس, أي خطوة, أي حاجة بخصوص البيشنت. أنا كل ده بعمل بلانينج بس في النهاية خالص, هضغط درو للجايد وفي الآخر هيطلع للجايد. البلو سكاي من السوفت ويرز الفور فري, انت بس في الأول بيبقى معاك 2x فور فري, بعد كده بيبقى بفلوس, بس أي حد حابب يبتدي في السوفت ويرز يعني يدخل فيها. أنا عارفة أن السوفت ويرز بتبقى غالية بس السوفت وير ده فور فري, نقدر من خلاله نعمل implant planning, نبدأ نعمل planning لأي كيس جايلنا, ولو حبينا نعمل export ماشي, نبقى نشوف موضوع الاكسبورت ده. اللي أنا عايز أقوله إيه, إن إحنا نحاول ناخد step to action. إحنا دلوقتي بنشوف إزاي نقدر نستخدم tools حوالينا تحللنا مشاكل, وبعد كده understand the tools دي educational videos, تسألوني, تسألوا الناس اللي بتعرف وبتشتغل. وإحنا على فكرة عندنا ناس كتير جدا أخذ steps عظيمة في الديجيتال دينستري, وبعد كده ناكت, نبدا ناكت ونشوف بقى تراي اند ايرور. تمام, ندخل على السلايد اللي بعدها, نسال بقى شويه اسئله. انت قاعده تقول لنا الديجيتال براكتس, ديجيتال براكتس, وضربت لنا شويه امثله عليه. طيب ديجيتال براكتس ده ايه؟ الداتا اللي انا بحتاجها عشان ابدا اطبق الديجيتال براكتس ده وات ايه بقى؟ طب هو مين اللي يقدر يستفاد من الديجيتال براكتس ده, وواي ليه لازم او مش لازم, ليه يفضل ان احنا نبدا يعني نندمج كده مع الديجيتال دينستري والديجيتال ورك فلو, وان احنا نبقى فاهمين الدنيا رايحه فين وعلى علم ونوسع دايره المعرفه بتاعتنا. الجمله اللي احنا قلناها سي اندرستاند اكت. طيب الديجيتال داتا اللي انا بحتاجها ديجيتال فوتوز, الصور ان انا باخد مثلا صوره للبيشنت, صوره للسمايل ديزاين مثلا, عندنا سوفت وير كاد مثلا هيحتاج صورتين, صوره ريتراكتد وصوره سمايلينج, وسوفت ويرز ثانيه ممكن تحتاج صور ثانيه. دي احد امثله للداتا اللي انا بحتاجها عشان اعمل بلاننج في الديجيتال بروسيدجرز بتاعتي ديجيتال فوتوز. السي بي سي سكان ان انا ابعت البيشنت يتصور ويجي لي الدايكون فايل بتاعه, وابدا من خلاله زي ما احنا اتكلمنا في السلايد اللي قبلها, ابدا من خلاله اعمل بلاننج. ديجيتال امبريشنز اللي هي الانترا اورال سكاننج, ان انا اقدر اخد انترا اورال سكان للبيشنت ويطلع لي اس تي ال فايل بي ال واي فايل وات ايفر للاسنان بتاعه البيشنت, لحاله
الجم لحالة الأسنان وأبدأ أخد البايض بتاعته وأسجلها وتبقى عندي، وأبدأ أعمل عليها بلانينج. الديجيتال إكس رايز بمختلف أنواعها والفيس سكان. الفيس سكان دي مش حاجة ريسنت، بقى لها فترة كتيرة، نقدر كمان نطبقها دلوقتي. أي حد معاه آيفون بولس 3 دي ده أبلكيشن يقدر ينزله، بياخد السكان فيس سكان وبيطلع حاجات بريزلت اكسبتبل كويسه جدا. ليه لجأوا له؟ احنا لما اتكلمنا على الديجيتال فوتوس في الاول هي صوره 2 دي، بعدين لما اجي اعمل لها سوبر امبوزيشن على الاس تي ال فايل اللي هو 3 دي، يعني ده حاجه 2 دي، هبدا اعمل لها سوبر امبوزيشن على حاجه 3 دي، هيبقى في فرق في الدايمنشنز، هيبدا يظهر. يعني الناس اللي جربت الشغل ده هتلاقي ان هيبدا يظهر في فرق في الدايمنشنز كل لما انا بدات ابعد لورا من الكناين لورا. الفيس سكان بقدر يساعدني بقى ان هو اسلي شويه الجاب دي، لسه التكنولوجي والابديت هيبقى فيه اكتر، متوقع ان يبقى فيه احسن من كده كمان، لكن هو شويه افلي الجاب دي، خصوصا لو انا عايز اصور سوفت تيشو اللبس وهكذا وعلاقتها بالاسنان، قدر يخدمني في الحته دي كتير. انا بس عايزه اعرف كده الناس معانا مستوعبه ولا لا. كده الدنيا تمام، الناس معانا ولا؟ تمام. بس تمام، بس في سؤال حد بيسأل على السيرجيكال جايد البلو سكاي، بستخدمه بس البروجرام بتاعت البلو سكاي بستخدمه بس كسيرجيكال جايد ولا ليه استخدامات تانية؟ البلو سكاي كان في الاول احنا يعني كان زمان ممكن يبقى ليميتد للبلاننج او كده، بس ما شاء الله يعني التيم بتاعهم شغال على حاجات كتيره قوي. انتوا لو دخلتوا هتلاقوا الانترفيس او اليوزر انترفيس، هتلاقوا فيها كراون اند بريدج وهتلاقوا فيها حاجات ريليتد للاورسو. وبالمناسبه الكراون اند بريدج اي ثينك ان هو اتس فور فري، ان انت تعمل اكسبورت للفايل او كده فور فري. لا هو شغالين على الابديت بتاعه كل مره، يعني بيطوروا فيه بيظبطوا فيه، فهو في امبلانت بلاننج ده اللي انا بتكلم عنه النهارده. لا بس لا في برضو حاجات تانية موجوده جواه واتس فور فري، يعني ليتس جو ذا ولود ات يعني ستارت. في برضو الناس اللي مهتمه تشوف جزء الامبلانت بلاننج وكده، في دلوقتي حاجات على اليوتيوب لناس كتير جدا بتبدا تشرح. في دكتور خالد اكرام، دكتور عمرو الخادم، ومش عايزه انسى حد يعني من دكاترتنا العظام، ناس كتير جدا بتبدا تشرح دلوقتي ازاي نستخدم البلو سكاي وازاي نبدا نفهم ازاي نشتغل عليه وازاي نطلع ريزلت كويسه. فانت دلوقتي عندك السوفت وير فور فري وعندك الاديوكيشنال فيديوز، ف ليتس جو. يعني انت واقف ليه؟ دي بدايه، لان هيبدا بعد كده يظهر مشاكل تانية محتاج تفكر في حلولها. جزء البرودكشن نفسه تبدا تفكر في حلوله وتشوف الناس بتتعامل معاه ازاي. بس اتس ستيب تو ستارت، يعني اتس ستيب تو ستارت ان انت تدخل في جو الديجيتال وجو السوفت ويرز وكده. انا كده جاوبت على اسئله. تمام. اي اسئله تانية؟ لا تمام مفيش، اتفضلي يا دكتور. بس فده كان إجابة على السؤال الأولاني اللي هو وات، إيه هي الديجيتال داتا اللي أنا محتاجها علشان أبقى داخل كده وأنا معايا داتا كافية أبدأ أشتغل بلانينج عليه. السؤال اللي بعد كده هو ليه أنا محتاج الفكرة الديجيتال، أو إن أنا أدخل ديجيتال أو أدخل الكونسبت ده في شغلي. الصورة اللي قدامنا دي بي ال واي فايل لإسكان التاخد. هعرض لكم بعد شويه فيديو مقارنه بين السكان اللي متاخد انترا اورال وسيم بيشنت اتاخد له دايركت امبريشن. في فروق؟ في فروق. انا مهم عندي الديجيتال ليه، او ان انا ابقى احول الحاجه بتاعتي ديجيتالايزد؟ الاكيورسي، الدقه بتاعت الشغل بتاعي هتزيد، سيف تايم. انت دلوقتي عندك لما تاخد فيزيكال امبريشن او ان انت تاخد الامبريشن العادي وات ايفر بريبريشن كيس مثلا عاديه خالص كراون اند بريدج، اخدت لها امبريشن بعته مندوب بتاع المعمل جالك اخد الامبريشن وداه، الامبريشن فيه مشكله رجع لك تاني بعد كده رايح جاي رايح جاي، فالتايم هنا اخباره ايه؟ التايم هنا بيضيع. لكن ان انت من خلال الاس تي ال فايل بتاعك تقدر تشيره whatever على كلاود السوفت وير بتاع السكان بتاعك سامح لك كلاود، تقدر تشير عليها الداتا بينك وبين التكنيشن، او ايفن حتى هتبعتها واتساب هتبعتها ايميل. وانس ان انت البيشنت قاعد عندك بتاخد السكان تقدر تشيرها مع التكنيشن، تشيرها
مع حد بتاخد رأيه في الحالة، البيشنت قاعد معاك يقدر يدخل ويبص على السكان ويحرك فيه ويبص في كل الديتيلز اللي هو عايزها ويقول لك اتس اوكي اكسبتد، ونبدأ خلاص كده نشتغل على الخطوة التانية. كل ده ما بياخدش وقت، ف actually it saves time. بعد كده ال patient finds more comfortable. لو قارنا بين ال patient response ناحية ال intraoral scanning ان انت بتاخد له سكان بكاميرا صغيرة بتبدأ تدخل كده، ولا لا ال impression ال digital sorry ال traditional بتاعنا، لا ال response بتاع ال patient بيبقى أفضل كتير، وبيلاقي ان ان انت تاخد له كده بسكان intraoral أفضل كتير من ان انت تاخد له بالفيزيكال امبريشن العادي. ليس ستورج سبيس، الحته دي مهمه قوي للناس اللي بتحاول تحافظ على البيشنت بتاعت الداتا بتاعت البيشنتس عندها. احنا قلنا فكره ان احنا نحتفظ بكوستس مثلا كتير، تخيل انت عندك مثلا بيشنتس الاورثو بياخدوا كاست ابر لور علشان يبدا بس يبلان الحاله او يفكر فيها، كام بيشنت كام كوست، بعد كده طب الفولو اب، طب في النهايه هيبقى في كوست علشان ايه، كل ده بيبقى هدر قوي ماتيريال وهدر سبيس. ولكن فكره كل حاجه ديجيتالايزد بيبقى فيها ليس ستورج كتير. انا ممكن يبقى عندي بيشنت جالي من 5 6 سنين، انا محتفظ بالداتا بتاعته وات ايفر بقى، محتفظ بيها على اكسترنال هارد، محتفظ بيها على حاجه اونلاين، اي حاجه محتفظ بيها على الداتا عليها، ولكن هي موجوده معايا. وانس ان انا احتجتها خلاص ده بتبقى ريكورد ليا، مفيده ليا ومفيده كمان للبيشنت. لو انا بفولو اب كيس مثلا زي كيس فيها اتريشن وانا عايز افولو اب الاتريشن ده بيبقى على مراحل، فمحتاج اشوف البايت اخبارها ايه، محتاج اشوف البيشنت لسه عنده نفس الهابت ولا لا. الحاجات اللي بتحتاج فولو اب لفتره طويله بيبقى حلو قوي ان انا اخد الداتا اللي انا عايزها واحتفظ بيها، فالديجيتال داتا بتبقى ساعتها مفيده، غير ان انا يبقى مثلا عندي كاستس، كاست يضيع يتكسر، النيرس توقعه ما لقاهوش، الاسم مش متسجل عليه وما الى ذلك. طب واي نوت بقى، يعني احنا قاعدين نتكلم بنشجع الناس ليه يا جماعه ندخل على الديجيتال ورك فلو ونستخدم الداتا بتاعتنا ونستخدم انترا اورال سكانرز او وات ايفر اكسترا اورال حتى ايفن سكانرز، بس احتفظ بالملف بتاعها والاكيورسي. وقعدت تقول لنا تفاصيل كتيره حلوه جدا. طب ليه بعض الناس بتحجم على فكره ان هي تدخل في الورك فلو ده؟ في ناس منها بتبقى شايفه ان التكنولوجي دي غاليه وان هي نوت انتند ان هي تستثمر فيها. في ناس تانية بتقول لك انا هستنى، زي ما احنا قلنا لو فاكرين فكره الادوبشن كيرف اللي اتكلمنا عنها في الاول، في ناس تقول لك انا لا هستنى ما اشوف نتيجه السكانرز اللي انتوا بتتكلموا عنها دي وبعدين ابقى ادوبت الفكره او ابدا افكر فيها. في ناس تقول لك انا بالفعل صارف مصاريف كتيره في تكنولوجي وما استخدمتهاش، مش شايف ان انا هستفيد بقى بالتكنولوجي الجديده اللي انتوا بتتكلموا عنها دي. في ناس بتفضل في الكومفورت زون بتاعتها ومش بتاخد خطوه. فده بعض الناس بتقول لك عشان الاسباب دي لا انا مش شايف ده ومش شايف ان انا هادوبت الفكره دي. الديجيتال هي داتا اتكلمنا عنها في الاول، وات ايفر الداتا دي، صور whatever الداتا دي اس تي ال فايل انترا اورال سكانز، يعني whatever الداتا دي دايكون فايل، ببدا من خلالها اعمل دايجنوزز للكيس بتاعتي كويس قوي، بعد كده ابدا اشوف البلان بتاعتي التريتمنت بلان اوبشنز المتاحه ايه، بعد كده الديزاين، ديزاين بقى التريتمنت بلان اوبشن ده في برودكت اقدر اطلعه للبيشنت whatever البرودكت ده، سيرجيكال جايد، ستنت، تمبري كراونز، فاينل بروسيسز، whatever كراون بريدجز، اي حاجه. فالسايكل دي اللي احنا بنمر بيها في الديجيتال بتاعنا، داتا، دايجنوزز، بلاننج اند ديزاين. احنا كده جاوبنا على سؤال واي، جاوبنا على سؤال وات. السؤال الثالث هو مين بقى، مين ممكن يستفاد بالديجيتال داتا دي؟ عندنا اول حد الدنتست، بعد كده البيشنت، بعد كده الدنتال تكنيشن، بعد كده السبيشالست، بعد كده الديسيشن ميكر. دكتور هيستفاد من الداتا دي ازاي او من الديجيتال داتا دي ازاي؟ احنا لسه قايلين مثال من شويه من وانت قاعد في العياده والبيشنت معاك واخدت له سكان، قدرت تشيره مع التكنيشن بتاعك والتكنيشن فتح الداتا بكل سهوله وبدا يبص عليها وبدا يشوف هو بالنسبه له كده فينش لاين تمام، شايف فيه كليرنس كويس، قدرت اوصل للدكتور والدكتور يوصل لي وجهة النظر، لان احنا الاثنين شايفين نفس
الداتا، شايفين نفس الفينش لاين، شايفين نفس الكليرنس، لكن مش كل حد بيرمي الاتهامات على التاني. ليه؟ لما بتبقى الدنيا متسابه للتخمين، يعني الامبريشن مثلا مش واضح او الفينش لاين مش واضح، فكل حد بيحاول يظبط الفينش لاين من عنده مثلا، فيبقى خلاص جيس وورك بقى تخمين. لكن احنا الديجيتال احنا بنحاول نتحرك بيه ان ما بقاش فيه جيس وورك، ما بقاش فيه تخمين، ما بقاش فيه اتهامات رايحه جايه، لا ده عشان انت ما ظبطتش الامبريشن كويس، لا ده عشان انت ما خدتش الامبريشن كويس. فخلاص بتبقى الكوميونيكيشن اسهل في الحته دي. كمان حاجه، في بعض الوقت الانترا اورال سكانز تقدر لو انت عندك حاجه لونج سبان او حاجه فول ارش مثلا عامل لها بريبريشن، تقدر من والبيشنت قاعد معاك وانت عامل بريبريشن كويس تقدر تديتكت هل في اندر كات ولا لا. بيبقى السكان فيه شويه تولز كده تقدر توضح لك هل في اندر كات ولا لا. الكليرنس بتاعك خصوصا في المولرس اريا ورا مش بقدر اشوفها قوي مهما عملت ريتراكشن للتشيك، مش ببقى شايف كويس. فيقدر بعد كده يبقى معاه حاجة بتوضح له، يقدر يروتيت الكاست 3D ابقى شايف كده في كليرنس ولا لا. وكمان اقدر اعمل ميجر للكليرنس ده، رقم يعني نسبته كام، 7/10 مثلا، 1 ملي، هل ده انف للماتيريال اللي انا مختارها وتبر هعملها زيركم اي ماكس، هل كليرنس كلوزل ده انف. فكل حاجة بقت ميجر، كل حاجة بقت اكيوريت وبقت كالكوليتد، نو جيس وورك. البيشنت زي ما احنا قلنا من شويه، البيشنت بيفضل ان هو يتم اخذ المقاس ليه بالديجيتال سكانرز او الانترا اورال سكانرز عن الفيزيكال امبريشن العادي. البيشنت طبعا انت كده بتستخدم تكنولوجيا عاليه لما بتتكلم مع البيشنت عليها، انت كده بتعرف البيشنت ان انت معاك حاجه انت بتستثمر فيها وبتعلي فيها الشغل اللي انت بتقدمه له، بتعلي السيرفيس اللي انت بتقدمه له. فالبيشنت بيبقى شايف ان في حاجه حلوه بتتعمل له وهو شايفها بعينيه. لو انت كمان خلصت السكان بتاعك وتبدا تتكلم مع البيشنت وتقول له بص شوف معايا ده اسنان حضرتك اهي، احنا عندنا هنا في الرايت سايد كيت وكيت وكيت، عندنا هنا في الليفت سايد كذا، عندنا هنا البايت محتاجه يتعمل فيها كذا، الكوميونيكيشن بيبقى اسهل كتير لما تبقى الداتا قدامنا واحنا الاثنين بنتكلم، انا والبيشنت بنتكلم مع بعض وشايفين نفس الحاجه، وهو شايف سنانه وشايف وضعها مكبره والدنيا واضحه عنده كتير. الدنتال تكنيشن ان ريليشن بقى مع الدنتست، ان الدنتال تكنيشن كده بدل ما بيبعت مندوب هتظهر مثلا المندوب ده هيديله كام وهيرجع تاني المندوب يرجع شوف هيديله كام، فانا وفرت فلوس ووقت كتير وقدرت اوصل معلومات صحيحه بين الدنتست وما بين التكنيشن، فالفايده كبيره. يعني السبيشالست والديسيشن ميكر، السبيشالست ده واتيفر السبيشاليتي اللي هو بيتعامل بيها او اللي هو بيحصل عليها، هو قدر من الديجيتال داتا دي لما تجيله وتاخدت اكيوريت يقدر يعمل بلان، يقدر زي ما احنا قلنا ان هو بيقدر يعمل دايجنوز كويس ويقدر يعمل بلان للتريتمنت بلان اوبشنز، ويقدر يعمل ديزاين للبرودكت يستخدمه واتيفر في سيرجري او يستخدمه فاينل تريتمنت للبيشنت في واتيفر بروسيسز او ما الى ذلك. ديسيشن ميكرز، decision makers هنا whatever the patient whatever the dentist، انا لما بجمع داتا كويس من البيشنت واقدر احط الداتا دي قدامي تبقى 3D visualized ابقى شايفها كلها، ابدا اقول مثلا ان انا عندي treatment plan options 1 2 3 والاختيارات اللي قدامي دي عشان اخد قرار فيها، ففايده وعيب او مميزات وعيوب كل قرار، فابقى عارف اعمل قرار طبي صحيح لان انا عندي داتا كويسه. انا عارف في البدايه مثلا ان انا عندي الامبلانت بوزيشن ده في الوضع ده هيحتاج مثلا مش هينفع مع الستريت ابوتمنت مثلا، لو انا حابب اعملها سكرو روتين ان انا اعملها سكرو روتين مش هينفع تبقى ستريت، ساعتها هحتاج الانجلد ابوتمنت، عشان استخدم انجلد ابوتمنت طب انجل بانهي زاويه 15 ولا 25 مثلا. فقبل ما اخد اي حاجه واعمل اي ديسيشن فانا قدامي الداتا كلها على اساسها اختار، طيب الانجل ده ابطمنت دي متوفره ولا لا، طب لو مش متوفره ايه بلان بي بتاعتي. فما الداتا تبقى قدامي وكل حاجه انا شايفها اقدر اعمل ديسيشن يعني اكيد ادق من ان انا اشتغل عمياني كده او ان انا مش شايف كويس. البيشنت طبعا في فرق ما بين ان احنا نبقى اخدين بيشنت فيزيكال امبريشن عادي وما بين ان البيشنت قاعد كومفورتبل و كاميرا انترا اورال كاميرا جوه السكان تاب بتاعتي بتصور البيشنت. دكتور مارتن ده حد يعني ليه صفحه بتاعته تقدروا تتابعوها، ده من على اليوتيوب تشانل بتاعته، بيتكلم ان هو
ده بيشنت جاله وات ايفر يعني التريتمنت بلان اوبشن اللي هو عملها. البيشنت ده جاله وشايف ان هو ما كانش ينفع ان ياخد له الداتا فيزيكال امبريشن عادي، شايف ان البيشنت البايت بتاعته كان صعب ان هو ياخدها بالديجيتال بالفيزيكال امبريشن العادي، انه يسجل السنتريك والاكسنتريك موفمنت دي بتاعت البيشنت، وان يبقى عنده السنان صحيح بتتحرك بس ان يبقى عنده الداتا دي فيجوالايزد وشايفها وشايف الوضع كده قدامه، احسن كتير من ان هو يبقى اخد تراديشنال امبريشن مش هيبقى شايف الداتا فيه كويس زي ما السكان هيقدر يجيبها له. للامانه حته البايت ريجستريشن، البايت ريجستريشن دلوقتي في الانترا اورال سكانرز بتبقى بس في السنتريك او الاستاتيك سنتريك اوكلوجن بتاعها، الاكسنتريك بتبقى موجوده لاترال وبروتروزيف بتبقى موجوده بس فور شو يعني لمجرد بس ان انا اشوفها قدامي، ما بتستخدمش از دايناميك في السوفت ويرز. تمام، فلسه لسه في تطور في الحته دي، التكنولوجيا كل يوم بتتطور، هم بيطوروا وبيشتغلوا على الحته دي كتير جدا. ففكره ان انا ابقى شايف البايت قدامي حتى لو فرشو او ان انا بس يعني ابقى شايفها كده في وضع ثابت، ان البايت بتاعتي لما بتبقى جايه اكسنتريك بتبقى في الوضع الفلاني، وما بتبقى جايه لاترال او بروتروسيف في الوضع الفلاني، وان هي في السنتريك بتبقى في الوضع الفلاني، انا شايفها وعارف البيشنت ايه السنان اللي بتبقى ان كونتاكت في حاله اللاترال، السنان اللي بتبقى ان كونتاكت في حاله البروتروسيف وهكذا. كله تمام كده؟ حد عنده اي اسئله ولا اكمل انا عشان بس سرحانه كده؟ يعني عايزه اعرف. انا هقول لحضرتك معايا هنا سؤالين برضو من دكتور احمد اللي كان بيسال على البلو سكاي، بيكمل السؤال وبيقول طيب هي لما بيطلع الاكزو كاست بيبقى نفس الكواليتي ولا زي الباوربوينت؟ طب ماشي، ممكن السؤال بصراحة. طيب السؤال بيقول هسأل سؤال كمان، البلو سكاي بيكون فور فري برضو ولا بفلوس؟ البلو سكاي تقدر تدخل تكتب السيرش كده بتاع جوجل بلو سكاي بايو، هيفتح لك الويب سايت بتاعه، تقدر تعمل داونلود للبلو سكاي سوفت وير، هينزل عندك، هتسجل بالايميل بتاعك وهيفتح لك البلو سكاي يوزر انترفيس، تبدا تشتغل بقى وات ايفر عايز تشتغل ايه، كل ده فور فري، كل ده فور فري. تشتغل كراون بريدج، تشتغل امبلانت بلاننج، تطلع سيرجيكال جايدز، كل ما انت شغال جوه السوفت وير وما عملتش اكسبورت لاس تي ال فايل او ما عملتش اكسبورت للفايل ده علشان تعمل له برنت، خلاص كل ده فور فري. وانس ان انت عملت اكسبورت خلاص ده هيبدا يحاسبك عليه بفلوس. بالمناسبه اول اتنين اكسبورت دول فور فري لو انت لسه مسجل لاول مره. تمام؟ فالسوفت وير فور فري طول ما انت ما عملتش اكسبورت لايه؟ لاي فايل. تمام كده؟ طيب تمام. هو بيكمل بيقول كمان السؤال، بيكمل كمان سؤال ودكتور احمد ودكتور عمار برضو بيقولوا كده ممكن اطلع نفس الكواليتي للاكزو كاد زي الباوربوينت ولا بيطلعوا حاجه كواليتي مختلفه؟ انا فهمت السؤال دلوقتي، يعني انا هقول السؤال انا فهمته ازاي، ودكتور احمد دكتور عمار لو السؤال انا فهمته كده اوكي برضه قولوا لنا. انا فهمت ان انتوا بتتكلم على السمايل ديزاين صح كده، ان الباوربوينت بتعمل بيه سمايل ديزاين والاكسوكاد بتعمل بيه سمايل ديزاين، فانت بتكمبير الاثنين ببعض، انا كده فهمت السؤال صح ولا لا؟ هو اجابه السؤال لو انا كده فهمته صح، الباوربوينت 2 دي سمايل ديزاين، بعدين صور بعرض عليها الصور وببدا احط البروبورشن بتاعتي، حابب اختار وات ايفر الجولدن بروبورشن او اي بروبورشن ثانيه، وابدا اعمل سمايل ديزاين 2 دي. لكن الاكسوكاد او اي سوفت وير ثاني زي 3 شيب او الى ذلك ده 3D. يعني ايه 3D؟ يعني مش طول وعرض بس، لا هو حاجة مجسمة، يعني زي ما هعرض دلوقتي كده قدامكم هيبقى فيه مجسم 3D ببدأ أرص الأسنان عليها، فطبعا دي حاجة مور أكيرت، وفي النهاية هبدأ في الآخر أطلع STL file، ده قلنا صيغة الملف اللي بيطلع في النهاية أقدر أطبعه فيطلع حاجة مجسمة في إيدي، أخد لها بعد كده body index
واعمل مثلا فانكشنال موك اب او موتيفيشنال موك اب للبيشنت. فالفرق ما بين الاثنين ان الباوربوينت ده 2D والاكزوكاد ده حاجه 3D. لو انا كده جاوبت على السؤال صح قولوا لنا في الكومنتس يعني، ولو السؤال ما كانش واضح او انا ما اخدتش بالي من اللقطه او السؤال اللي بتسالوا عليه بالظبط اسالونا تاني واحنا معاكم برضو. في اي اسئله تانيه؟ دكتور عمار بيقول فور ال دي اس دي. ما بالظبط ديز دي زي ما انا فهمت. تمام كده الاجابه تعتبر وضحت يعني الفرق ان ده 2D لكن اللي هو الباوربوينت، لكن الاكس كاد ده 3D. تمام. في اي اسئله تانية قبل ما نكمل؟ في دكتور اسامه الليسي بيقول discuss all options and details for treatment of treatment with the technician. نعم مش فاهم السؤال. ما أنا. معلش يا دكتور هستاذن حضرتك تقوليها بس السؤال تاني بحيث ان تبقى احنا تو ذا بوينت يعني. بالظبط. خلاص يعني نقدر نكمل. تمام يلا. انت قولي لي ان انا لا مش عندي أسئلة تانية. طب أي حد عايز يكتب أسئلة تانية يلا في كومنتس كده بسرعة قبل ما نبدأ. أي أسئلة تانية قبل ما نكمل؟ بس خلينا نكمل وإحنا هناخد بوز كده في الآخر نبدأ برضو لو في أسئلة اتقالت الفترة اللي هنشرح فيها ونكمل تاني. خلاص إن شاء الله. تمام يلا. الناس يعني patient جاب على سؤال هو patient بقى ال evidence based بيقول ايه؟ بصراحة من مميزات الزمالة، وريت لو دكتور إسراء موجودة أنا بحب أشكرها جدا، يعني مميزات الزمالة علمتني أهمية ال evidence based. صحيح الكلينيكال مهم جدا بس برضو keep in mind ال evidence based. فال evidence based بيقول إن 97% من ال patients بيفضلوا ال intraoral scanner أو ال digital impression 2 على ال physical impression العادي. دي ريسيرشز بتقول كده. فده معناه ايه؟ كل الداتا اللي انا بقولها دي بتحركنا ناحيه ايه؟ ان احنا محتاجين نكسر شويه الحته بتاعت انا مش هابجريد نفسي، انا مش هتطور، انا مش هبص. انا قلت حتى دلوقتي في سوفت ويرز اهو فور فري، الموضوع مش كوست بس. وحتى لو الموضوع كوست انا دلوقتي بشوف الناس مثلا الانترا اورال سكانرز لا انفستمنت كبير كبير جدا. انا مقدره ده، لكن فكرة ان انا احط العائق المادي بس هو الحاجة اللي عاملة حاجز ليا ان انا اخد الخطوة ده مش فاكتور كفاية انه يوقفني. يعني ايه؟ انا ممكن في الانتر اورال سكان، في ناس دلوقتي بتعرض ريموت سكانينج، يعني في لاب بيقدر يقدم لك خدمة الريموت سكانينج ان انت تأجر السكان بدكتور يبقى يروح يعمل لك سكان في العيادة بتاعتك وتجمع الكيسز كده في يوم وتعمل لها سكان بلاش. في حل تاني في النص، انت عايز تدخل في الديجيتال ورك فلو بس مش هتدخل من خلال الانترا اورال سكان، هتدخل من خلال الديسكتوب سكانر. الديسكتوب سكانر ده هتاخد انت فيزيكال امبريشن عادي وهو في المعمل هياخد سكان للكاست ده ويبدا يدخله لك على السوفت وير ويشتغل عليه ديزاين ويطلع لك في النهايه البرودكت بتاعك وات ايفر بقى البرودكت ده ايه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فانت كده برضو اخدت جزء كبير من مميزات الديجيتال بروسيس بتاعك. ففي حلول كتير، في افكار كتير علشان تبدا تستفيد بميزات الديجيتال. الناس دلوقتي بتتطور وبتتكلم في تفاصيل كتيره جدا واحنا عايزين نكاتش اب وذ، لان انا كنت سامعه جمله هو القطر مش بدا يتحرك، هو القطر اتحرك وخرج من المحطه من زمان جدا. احنا دلوقتي بنحاول نكاتش اب، يعني كاتش اب احنا دلوقتي بنحاول نكاتش اب وذ التطور اللي بيحصل ده. فالوقتي انت عندك حلول كتير، مش لازم تحط انفستمنت كبير في الانترا اورال سكان. شوف مين بيستخدم الانترا اورال سكان في السيركل القريبه بتاعتك، في الناس المحيطه بيك، واجر السكان منه. خد انت الديجيتال الفيزيكال امبريشن بتاعك وبعته للمعمل يستخدم مع الديسكتوب سكان. حاول تدخل في السيركل بتاعه الديجيتال وتشوف، لان التطور فيها كل يوم سريع قوي وكل يوم بيطلع حاجه جديده. فانت ما تبقى ابديتد بالحاجات الجديده دي هتبدا تشوف مشاكل وتحاول تحلها، غير لما يبقى حد لسه ما يعرفش حاجه خالص. فكره انه يبقى متخيل اصلا ال 3D environment عامله ازاي والداتا بتدخل ازاي اصلا والداتا هتخرج ازاي، كل ده انت محتاج تبقى بتعمل محاكاه او ان انت تبقى متعايش مع حد اوريدي بيعمل الشغل ده.
ودول موجودين كتير. يعني حاول تشوف في السيركل القريبة منك، المعامل القريبة منك، الناس اللي بيستخدموا الشغل ده، المعامل اللي مش هتطور نفسها ولسه بتستخدم الترديشنال ويز بتاعت زمان، ومش بيحاول يشوف الماشينز الجديدة، التكنولوجي الجديدة اللي جاية، لا المعامل دي ما عادتش هتبقى موجودة، ما عادش هيبقى الاحتياج ليها موجود كتير. احنا بقى الوقت هنتكلم about the other issues with conventional impressions. مثلا عندنا الامبريشن ده مش كويس، عندنا فيه هنا جزء حصل له تيرز، الامبريشن ده اصلا الميكس بتاعه ما كانش كويس خالص، وكمان طلع من التري، برضو نفس الكلام ده، اصلا الرابر بيس دي خرجت من التري، فالرابر بيس اصلا مجرد ما بتضغط بضغط عليها بتنضغط، فكده الدايمنشنال تشينج بتاعتي اتغيرت، اللي على الناحيه الشمال ده طلع من التري، فبالتالي الدايمنشنال تشينج اللي انا اخدها من بول العيان مش هي اللي وصلت المعمل لما يتصب الكاست ويبدا يشتغل عليه. دكتور مارتن برضو عمل لنا بقى فيديو جميل بيقارن ما بين شكل الداتا اللي طالعه لك من فيزيكال امبريشن وانترا اورال سكان. هو عمل ايه؟ هو جاب بيشنت سيم بيشنت، اخد السيم بيشنت ده اخد له انترا اورال سكان، فطلع اس تي ال فايل 3 دي اوبجكت طلع قدامه للبيشنت، وسيم بيشنت خلاص سيم بيشنت خد له فيزيكال امبريشن عادي، والامبريشن ده صبه وطلع جبس، جبس موديل او جبس كاست، كاست يعني، اخد للكاست ده سكان وبدا يقارن الاثنين. فتعالوا نشوف بقى الفيديو. هو ده الكاست بتاعنا اللي هو صب وجبس، فهو بيحاول يقارن ما بين الاكيرسي ما بين الاثنين. يعني احنا دلوقتي لو بنتكلم مثلا في امبلانت بروسيسز او بنتكلم في حاجات دقيقه جدا محتاج ديتيلز صغيره قوي، فلا الديتيلز الصغيره دي هتفرق معايا جدا في الشغل. كل ما اشتغل في حاجه بريسايز وحاجه على سكيل صغير ومحتاج التفاصيل الصغيره، فلا محتاجه ابص كويس انا جوده الايكويبمنت اللي عندي عامله ازاي. هو هنا حط سوبر امبوزيشن، ركب الاثنين على بعض، الكالر ده اللي باين لون الجينجر او لون الاسنان، ده الاس تي ال فايل سوري البي ال واي او الاو بي جي، صيغه الملف اللي طالعه من الانترا اورال سكان. فهو هنا بيقارن ما بين الانترا اورال سكان الريزلت اللي طالعه منه وما بين الجراي ده اللي هو الكاست اللي اتصب جبس. شايفين البابلز اللي تحت دي حته مثلا لو فيها فينش لاين او حته مش مظبوطه او حته محتاجه اجيب الديتيلز اللي هنا، ف يعني الفاين تونينج بقى بتاع الشغل بتاع الانتر اورال سكان والفرق ما بين الاثنين. الكومبريز ان داتا كان لطيف جدا. احنا قلنا الداتا اللي احنا بناخدها الديجيتال داتا اللي احنا بناخدها بتفرق معانا قد ايه في الكوميونيكيشن، كوميونيكيشن بيننا وبين اللاب، كوميونيكيشن بيننا وبين البيشنت، كوميونيكيشن بيننا وبين الديسيشن ميكرز اللي هو ممكن يكون البيشنت، ممكن يكون ولي امر البيشنت، ممكن يكون زوج البيشنت، وات ايفر، ممكن يكون الاوبريتور نفسه هو بياخد ديسيشن ميكر بتاع decision making بتاع treatment. What can you do better with digital? أنا دلوقتي الهدف بتاعي من الليكتشر دي إن أنا أقول إن الموضوع سهل في البداية، يعني أدخل فيها وجرب، الموضوع مش بالسهولة دي، في تفاصيل كتيرة وفي complications كتيرة بتقابلنا، لكن أنا قصدي أقول أنا عايز أكسر الحاجز النفسي بتاع أنا بعيد قوي عن الديجيتال ومش فاهم فيه حاجة، وما أدخل في معرض بقى مش فاهم أي حاجة، فانا عايز اكسر الحاجز النفسي ده، اقول ان في سوفت ويرز فري، واقدر اقول ان في شغل ممكن تقدر تعمله في العياده، ان انت تاخد سكان مثلا بسكان بودي لامبلانت عندك انت حاطه وانت قاعد البيشنت موجود، تقدر تعمل ديزاين للتمبري كراون عندك على السوفت وير وتبدا تسلمه للبيشنت في نفس اليوم. نقدر نعمل ده ازاي؟ نحاول طبعا ان احنا نفرق من البيبر شغل البيبر والورق، وان احنا كل حاجه تبقى ديجيتالايز. نرجع تاني، دكتور باول هياخد سكان لسنجل سنترال، معمول لها سكان بادي ده بسوفت وير ده كير ستريم. فهو هنا اول حاجه عمل سكان للايه للاسنان النبرينج، بيبدا كده برايمر سكان بيعدي على الاريا كلها من الليبيال ومن الاوكلوزل ومن البلاتر، تمام ده كده فول ارش برايمري داتا اللي بياخدها، بيحاول هيبقى طبعا في جزء ما فيش فيه كل الداتا، هيبدا ياخدها تاني في السكند تشيك، بيحاول ياخد الداتا دي والجزء اللي في النص ده اللي موجود في الامبلانت، هو لسه كده ما حطش السكان بودي، اخد الداتا ذا هول ارش، اخد معاه 120 ثانيه من 90 ل 120 ثانيه، عدى تاني على نفس الاماكن. هو كده الفيز الاولانيه بياخد سكان للجزء ده، هيبدا في السكند فيز هيحط السكان بودي، كده لسه ما حطش السكان بودي،
هو بياخد بس الجزء بتاع الجينجيفا كويس عشان ياخد الديتيلز كلها، الفاينل ادجستمنت بقى والديتيلز كلها. هيبدأ بعد كده يعمل كات للحتة اللي هيركب فوقها السكان بودي عشان ما يبقاش فيه داتا داخل جوه. هو هنا مظبط البايت، لان ساعات السكان بودي بيبقى اكسترودد كده، فممكن ما يعرفش ياخد البايت كويس، فهو اخذ البايت الاول. وانت بتاخد البايت يفضل تاخدها ب 3 بوينت، وهنا ب 4 بوينت، وهنا اخذها 3 بوينت 3 كلوزال اريز، يفضل يعني يبقوا 4 بوينتس. الناحيه اليمين تاخد من عند المولرز ومن عند الكناين، الناحيه الشمال تاخد من عند المولرز ومن عند الكناين، يبقى نقطتين من كل حته عشان تبقى البايت اكيوريت. بعد ما اخذ البايت هو دلوقتي هيركب السكان اهو في بق البيشنت، وعلى السوفت وير قص الحته اللي هيبقى طالع منها السكان. هيرجع ياخد تاني سكان. هيعمل ايه؟ هياخد سنه قبل وسنه بعد السكان، او سنه قبل وسنه بعد الحته اللي بياخد لها ري سكان، علشان السوفت وير يعمل سوبر امبوزيشن للاثنين على بعض. يبقى السوفت وير عارف احنا بادئين ناخد سكان منين، من الداتا بتاعه اللاترال اللي انت اخدها من شويه، فببدا من عند الحته. السمارت ديتكشن بتاع السوفت وير يبدا من عند الحته دي، بيعمل كده برايمري تشانس سكان تشيك، ودي مهمه جدا تظهر هنا بقى، او حتى لو حاله كراون بريدج ببدا اعمل لها تشيك. ده كده الفاينل ادجستمنت، بيبدا يبص على على السكان بتاعه. انت بقى في العياده اخدت سكان زي ده، تمام، سجلت البايت بتاعتك وسجلت سكان للجو، هتاخد الفايل ده اس تي ال فايل ده وتقوم فاتحه على السوفت وير، تمام، هتدخل الداتا بتاعتك على السوفت وير. احنا هنا هي تقريبا سيم كيس، بس هي مش سنترا، هتبقى لاترال. هتدخل الابر جو، هتدخل الابر جو از ماركر اللي هو السكان بادي، هتدخل اللو اللي هي البايت اللي انت خدتها، هتظبط البازل انسيرشن بتاعك. انا هنا مش هضيف اطلع احسن حاجه، انا قلت اقول ان الموضوع ممكن يبقى سهل وسريع، بس براكتس طبعا. بالمناسبه الموضوع هيبقى سهل وسريع، الفيديو ده مش متسرع، الفيديو ده بنفس السرعه اللي اتعمل بيها الديزاين. تبدا تختار بقى التايب بتاعتك السكان بادي، السكان بادي بتختلف من شركه للتانيه، اهم حاجه تبقى اللايبرري بتاعتك عندك جوه السوفت وير. هتبدا تحط السنان وتعمل لها شويه ادجستمنت وتظبطها وتظبط الانجليزي وتظبط الشغل بتاعك خالص. فانا دلوقتي اخدت سكان للبيشنت في قد ايه؟ كملتش خمس، نقول خمس دقائق. ليرنينج كيرف بتاع السكان هيفرق معاك شويه وانت في الاول، تقدر كمان تتحكم بالسكان بتاعك انترا اورال ازاي، ده هنتكلم عنه شويه تفاصيل دلوقتي في اخر جزء في البوينت الاخيره، هاو تو تشوز ذا رايت سكان. ولكن انت خلاص اخدته في عدد بسيط جدا من الدقائق، دخلت الداتا بتاعتك دي على السوفت وير بتاعك، وات ايفر الديزاين سوفت وير كان ايه، عملت ديزاين، عملت برنت لل اس تي ال فايل ده، وطلع لك الكراون ده، ركبته في بق البيشنت، قدرت تحصل على سيرفيس كويسه جدا في وقت قليل جدا، والموضوع ما اخدش حاجه. ليرنينج كيرف هياخد وقت، بس الريزلت ات وورث، يعني زي ما احنا شفنا الديزاين ما اخدش وقت خالص. اخر جزء معانا تكلمنا، قلنا هنتكلم على اربع نقط. اخر جزء معانا هاو تو تشوز ذا رايت سكانر، يعني لو انت دلوقتي خلاص اخدت قرار ان انت هتشتري سكان، او ان انت
هتأجر سكن من حد، أو إن أنت بتفكر في السنتين أو ال5 سنين الجايين زي ما الناس يعني تفاوتت في رد الفعل في الأول. ناس قالت لك هشتري كمان سنة، ناس قالت لك هشتري كمان 5 سنين، ناس قالت هشتري كمان سنتين، ناس قالت مش هتشتري خالص. ف how to choose the right scanner، إيه هي التشيك ليست لما أروح أي معرض وأشوف الشركات بتعرض السكانز بتاعتها؟ يعني أنا بفكر في إيه؟ أبقى حاطط في دماغي تشيك ليست أو كريتيريا إيه قبل ما تشوز سكان والسكانر بتاعي. السبيد، أبدأ أجرب السكان بتاعي وأشوف السبيد بياخد وقت قد إيه لما أخد الأبر واللور والبايت في وقت قد إيه؟ المفروض ما يزيدش عن 2 دقايق. طيب الثري موديل اللي بيطلع ده هل افيلبل إن أنا أعمل له إكسبورت على طول بسرعة؟ طيب الداتا ترانسفير تو اكسترنال بارتنرز نفس الفكره، هل في سهل ان انا اشير الداتا دي على كلاود اونلاين كلاود خاصه بالسوفت وير بتاع السكانر، او ان انا حتى اقدر اخد الكوبي لينك ده واقدر اشيره على وات ايفر واتساب او ايميل او اي حاجه اقدر اشيره مع التكنيشن مع الديسيشن ميكرز اللي هفكر معاهم في التريتمنت بلان على الناس اللي باخد رايهم. هل السبيد وفكره الترانسفير دي مهمه؟ بس مش هقدر اتشيك الحته دي غير لو انا باخد سكان انترا اورال، لان اي سكان على قصد كده سهل زي بالظبط الموبايل، اي موبايل هيصور بالنهار حلو، لكن التست الحقيقي هو انترا اورال. جو بو البيشنت في سلايفا، جو بو البيشنت في تانج، جو بو البيشنت في تشيك، جو بو البيشنت في بريث، في لعاب، في ان ممكن المرايه تشبر، في ان في حاجات كتير جدا، في ليرنينج كيرف، في ايدي بتتحرك ازاي، تمام، في ديتيلز، في انجلد، في تيلتد كراون، في تفاصيل كتير، في ديب مارجن، في بليدنج. التفاصيل دي هقدر اعرفها من على كاست؟ اكيد لا. التفاصيل دي لما تجرب انترا اورال تبقى الاكسبيرينس اكثر صحه واكثر وضوح. يعني الاكيرسي، احنا قاعدين نقول اكيرسي اكيرسي اكيرسي، وفرق الدقه قد ايه، وان انا كل ما الداتا بتاعتي بتبقى اكيرت كل ما في النهايه بطلع ريزلت احسن. وانا لو بشتغل على ان انا اي حاجه وخلاص فلا، يعني اللي يبقى البرزنتيشن دي مش ورث ليك خالص. لكن لو انا عايز اطلع شغل احسن، ان انا عايز ديتيلز اكتر وفينش لاين واضح، وعايز لا في حاله الامبلنت ان انا اخد ديتيلز كويسه واخلي بالي قد ايه المليمتر الديتيلز مايكرون الصغيره بتفرق، فالاكيرسي لا بتفرق جامد. طيب الدبث، يعني هل البنتريشن بتاعت اللايت بتوصل لحد فين، التب بتبقى فين، هل بيبقى سهل ان انا اقرب التب للاسنان وان انا اقربها للاوكلوزال سيرفيس واصور كويس قوي الفينش لاين ان دبث ولا لا. انا مش عايز جيس ورك خالص، انا عايز في النهايه اقدر الداتا بتاعتي تبقى واضحه ليا، واضحه للبيشنت، واضحه للتكنيشن اللي هينفذ لي الشغل ده. هل السكان هيقدر يوصلني لده ولا لا؟ الايز اوف يوز، سهوله الاستخدام، الهاندلنج بتاعي للسكان، هل السكان بتاعي تقيل، هل السكان بتاعي فيه واير ولا وايرلس، هل الوايرز اللي طالعه دي وايرز كتيره بقى ومتشعبه ممكن الناس تخبط في واير تقوم منزله كان والله حد مشير صوره للسكان للسكانر بتاعه، مش فاكره والله كان ايه، السلك اتشد بالسكانر تب وقعت، فيعني لا دي بتبقى حاجه تزعل قوي. فالهاندلنج بتاعه، اليوز بتاعه، هل هو سمارت كفايه ان انا اقدر اتعامل معاه بسهوله، وكمان الناس الستاف اللي معايا يقدر يتعامل معاه بسهوله ولا لا. المانيبيليشن بتاعه ايزي تو كلين ولا لا، والاوتوكلافبل ولا لا، كل الحاجات دي. طبعا التبس اللي هي بتركب في الهاندل بتاعه السكان، التبس دي بتبقى سايزات، في حاجات بتستخدم مثلا لو انا باخد سكان للانتيريور اريا، حاجات بتبقى للبكن كوريدور يعني وانا باخد بيها البايت، فبتبقى السايز بتاعها مناسب ان هو يدخل جوه التشيك هنا. كل دي حاجات انا باخد بالي منها وببص على الاكسسوارز بتاعته وانا بفكر في السكانر علشان تساعدني بعد كده في اتخاذ القرار. الكونكتيفيتي دي يعني ايه؟ زي ما انا قلت ان انا بقدر اعمل اكسبورت للفايل بتاع السكان اللي انا اخدته وداوت يعني نو تشارج من غير فلوس، هو خلاص انا اوريدي اشتريت السكانر واشتريت كل الحاجه ريليتد ليه، فما ينفعش انا بعمل اكسبورت يقول لي لا انت محتاج تدفع فلوس تاني، مش كل ما اعمل اكسبورت هيقول لي كده. برضه فكره الفاليديتد بروسيس وسبارتنرز، ان انا برضه اقدر اشير الداتا بتاعتي دي مع التكنيشن او اقدر اشيرها مع اي حد باخد رايه، فيزيشن، اي حد تاني باخد رايه، الموضوع ده هيبقى بسهوله. تريننج وادوكيشن يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جبت السكان ده، وزي ما انا قلت التريننج او
الليرنينج كيرف بتاع السكان بياخد وقت لحد ما بتبقى انت فريند مع السكانر، يعني انت خلاص بتبقى انت والسكانر صحاب، دي حقيقة. يعني انت في الاول بتبقى مش عارف تشيل الهاندل ازاي وتستخدمها ازاي، وايدك لسه الادابتيشن بتاع الهاندل جوه ايدك مش ظابطه قوي، وان انت تدخل جوه بق البيشنت وانت شغال، انت عينك مش جوه بق البيشنت، انت عينك على اللابتوب وانت بتصور، انت بعيد كده بتاخد السكان وايدك شغالة وانت مش بتبص، انت خلاص بقيت اكسبرت انف بعينك على اللاب وشايف اه اللاب بيقول ان الحتة دي ما جاتش فيها داتا كويس فانا هعيدها تاني، انا كل ده وانا شغال جوه البيشنت ومركز على اللاب هو بيعرض لي الفيديو ستريمنج للسكان بتاعي. طيب الاديوكيشن بقى اللي هحصل عليه من الشركه اللي باعت لي السكان ده، الاديوكيشن ده مهم جدا، سواء بروفيشنال بقى اديوكيشن او انه يعني 1 تو 1، يعني هو يجي لي ويقعد معايا، حتى ممكن يقضي معايا يوم كامل في العياده ياخد لي سكانرز لحد سكاننج لحد ما اتعلم ويشوفني وانا بشتغل لحد ما اوصل في النهايه ان انا قادر اطلع ريزلت كويسه من الاسكان في وقت قليل واجيب الماكسيمم بنفيت بتاع الاسكان ده، لان الماكسيمم بنفيت مش هتيجي من اول مره، مش هتيجي من اول مره ابقى جايب لسه الاسكان وانا عايز حالا ابقى وصلت الماكسيمم بنفيت، الموضوع هياخد وقت، جيف ات تايم. خلاص اوفرنج اوف تريننج ماتيريالز اونلاين وكونتينوس اديوكيشن، لو حصل اي مشكله مع الاسكان، الاسكان بقى سخن، الاسكان فصل، اللبس الاسكان وانا باخد الاسكان، السوفت وير حصل اي كراش اي لاج حصل، اقدر بسرعه اكوميونيكيت مع الناس ويقدر بسرعه يدخل معايا تيم فيور ويسبورت مي. ده لازم نتاكد انه موجود، لازم نتاكد انه موجود، لان دي تكنولوجيا جديده وانت بتتعلم عليها او لسه بتادوبت الفكره بتاعتها او بتحاول تطبقها، فانت محتاج سبورت في الحته دي. فري اوف تشارج سوفت وير ابديت، ان انت السوفت وير لو حصل فيه ابديت يعني طلعوا سوفت وير احدث، انت خلاص فري اوف تشارج، انت اوريدي اشتريت اسكان ومش بسعر قليل، فانت خلاص بتاخد الباكج كلها، فمش كل شويه ما يحصل ابديت هتدفع له فلوس يعني، فدي برضو بتبقى بلس لو هي موجوده معانا. زي ما احنا قلنا السيرفيس والسبورت، ان هو يقدر يقدم لك سبورت ويقدر يساعدك لو حصل اي حاجه. اند ثانك يو، انا كده اتكلمت على الاربع نقط بتوعنا النهارده، اتكلمنا على introduction and presentation، عرفنا الدنيا راحة فين، it's time to go digital، واتكلمنا على digital practice و how to pick the right scan. ال take home message اللي أنا حابة نخرج بيها النهاردة اللي أنا قلت عليها في الأول اللي هي إيه؟ فاكرين اللي هي see, understand, act. كل لما بتدخل لدماغك داتا جديدة، كل لما المايند سيت بتاعتك بتتغير. طب الأسنان الديجيتال داخل فيه من زمان، بقاله فترة قوة، احنا محتاجين catch up with التطورات اللي بتحصل دي، لأن اللي مش هيطور نفسه مش هيبقى موجود، فاحنا نحاول نطور من نفسنا على طول. أنا بدأ في الموضوع بقالي سنتين، أنا لسه صغيرة في الموضوع، بس يعني eager enough ان انا اكمل واطور من نفسي فيه. فلو في حد لسه في الستارت محتاج ان هو يفهم الدنيا رايحه فين، ما يترددش كونتاكت مي. لما بتبقى قريب من حد في المستوى بيبقى فاهم قوي قد ايه الموضوع صعب في الاول، ان انت تكوب وذ ال 3 دي انفايرمنت وان انت تقدر تتعامل مع السوفت ويرز، وايوه يعني طب برضو مش فاهم، لانه بيبقى قريب قوي من من الليفل اللي انت فيه. ف يعني اتس بلس ان لو في حد محتاج ان هو يسبورت اي داتا عندي انا مش هبخل بيها خالص، الدنيا مفتوحه والعلم لكل الناس، وباكد على فكره ان العلم مكتسب، يعني سبحان الله اي حد مش عنده العلم ده هياخد وقته وهيكتسبه، وهو ليرنينج كيرف بس مش اكتر. اتمنى ان الدنيا كانت واضحه، ولو في اي اسئله دلوقتي احنا ممكن نرد عليها وبس. شكرا. يا دكتور سميرة أمتعتينا والله. عندي سؤال هنا برضو بيقول الانترا اورال سكانر في افريج سعرها كام؟ يعني والله انا متوقع السؤال ده وفي جابة يعني لا، الانترا اورال سكانرز مختلفة جدا. انا مش هقول رقم ثابت الوقت، يعني انا ممكن اقول لكم انترا اورال سكانرز ايه ومين بيباعها وبجوتهم، يعني ممكن تطلع دي كويس معي، بس الافرج بتاع الانترا اورال سكانرز كبير، في سكانرز غاليه جدا وفي سكانرز في الافرج وفي سكانرز قليله جدا، فالناس دلوقتي بتتحرك ما بين ثلاث لاربع اسماء يعني. كونتاكت مي واقول لكم الناس اللي مسؤوله عنه ايه، ممكن تطلع معاك دي كويس، بس الانترا اورال سكانر انفستمنت عالي.
بس ده مش ليميت لاي حد ان هو يحاول يطبق الانترا اورال سكاننج عنده. زي ما انا قلت ممكن تاجره، ممكن تاخد فيزيكال امبريشن عادي وتبعته للسكان ياخد لك ديسكتوب سكانر ويصوره وتبدا تدخل في الديجيتال بروسيس بتاعتك. يعني هو مش ليميتيشن خالص. تمام. اكسر الحاجز النفسي اللي بيمنعك ان انت تدخل في الديجيتال انفايرمنت وحاول تطبقه بالمتاح معاك، وواحده واحده هتطور نفسك. في ناس دلوقتي اشترت بالفعل انترا اورال سكانرز بالفعل معاه، وناس كتير. الانفستمنت الجاي 3 دي برينتر، يعني خلاص انت بتديزاين وبتاخد سكان وهتديزاين، اتعلمت الديزاين، ابدا بقى قدم للبيشنت سيرفيس ثانيه ان انت تقدمها مثلا تمبر كراون في السيم فيزيت، ليه لا يعني. فهي يعني هي سايكل، حاجه بتيجي ورا حاجه، فمش ليميت خالص. حتى لو مش معاك الانفستمنت ده دلوقتي، بس تقدر تعمل خطوات زي اللي انا قلتها، تقدر تطور نفسك حتى في الليرنينج كيرف بتاع السوفت ويرز، وفي سوفت ويرز فيه زي ما انا قلت. فهي يعني حاجه جيت انفولفد بس فيها مش اكتر، وهتلاقي الدنيا بتمشي ان شاء الله. هطلب من حضرتك بس تعيدي جزء الفيديو بتاع شرح البلاننج على في السوفت وير بتاعته، فاللي كان فيه الميوزك عالية بس، وهطلب من حضرتك برضو تعملي ميوت للميوزك عشان الشرح ما كانش فيها واضح. اوكي. ايوه هو الفيديو. الهدف كان من الفيديو ده ان انا اشرح خطوات how to design a screw retained crown خالص. الفيديو ده فيديو تكميلي. ليه؟ ليه؟ انا قبله لسه الصوت برضه. والفيديو اللي قبله احنا ميوزك واضح كده؟ صوتي كده واضح؟ تمام. الفيديو اللي تمام قبله تمام قوي قوي قوي. ليه؟ سكان بودي كان محطوط في سنجل سنتر. فانا بوضح ان قد ايه انت ممكن تاخد في دقيقتين انترا اورال سكان سكان بودي، وفي نفس الفيزيت والبيشنت موجوده عندك تقدر تدخل الاس تي ال فايل ده زي ما احنا شايفين كده. السكان بودي موجود اهو، تبدا تدخل الداتا. الداتا دي جايه من السكان من الفيديو اللي فات. تبدا تدخل الداتا دي على السوفت وير اللي عندك وتعمل ديزاين للكراون. الكراون ده في سكرو في هول موجوده هنا، تقدر تعمل ديزاين لتمبري كراون تقدر تسلمه للبيشنت في السيم فيزيت. السكان اللي احنا شفنا الفيديو بتاعه اخد تقريبا نقول دقيقتين، هتعمل ديزاين في 5 دقائق، هتقدر تبرنت هنقول في ساعة، هنقول في ساعة. تمام. هتقدر توفر للبيشنت سيرفيس، والبيشنت هيروح بكراون في بقه في ساعة، وتش يعني كوست ناثينج، يعني غير بقى لما البيشنت يروح ويجي لك وكده. فالهدف من الفيديوهين ورا بعض ان انا اوضح ان يعني it's approachable يا جماعه، يعني الموضوع مش مستحيل، الدنيا مش صعبه قوي، فليه لا ما نحاولش نقدم للبيشنتس السيرفيس دي؟ ليه ما نحاولش نعلي الليرنينج كيرف بتاعنا ونقدر نقدم للبيشنت سيرفيس كويسه، بكواليتي كويسه، باكيرسي كويسه، بكوميونيكيشن كويس؟ ده كان هدف الفيديوهين، عشان كده جم ورا بعض. تمام. بس سؤال تاني عن تسجيل الفيسبوك ريليشن وتحويلها لفيجوال عشان ندخلها نعمل لها ديزاين، ازاي بنعمل ريكوردنج للفيسبوك ريليشن؟ الفيسبوك اتذكر ان ايام الكليه موضوع الفيسبوك ده كان ضربي من الخيال، يعني او يعني ما كانش حاجه اقدر اشوفها قدامي. قديم بالفضل في الحته دي لدكتور صلاح حجازي، كان هو عمل لنا جروب كده وبدا يشرح لنا الفيسبوك ريكوردز وازاي ندخل الداتا دي على السيمي ادجستبل ارتكيليتور وازاي ناخد الانجلز وهكذا. ف يعني الحته دي اللقطه دي او المحاضره دي هي فهمتني شويه موضوع الفيسبوك والحاجات دي. خلينا اقول ان انا مش اكسبرت في موضوع الاوكلوجن خالص، في ناس اشطر مني كتير في موضوع الاوكلوجن، اللي هو لو انا هستخدم حتى الاوكلوجن العادي. بس حته كمان بقى الديجيتال اوكلوجن اللي هي اصلا ماتش مور ادفانسد، فلا الدنيا لسه بتتطور فيها كتير. لكن خليني اقول في حاجه جوه الاكسوكاد اسمها ديجيتال ارتكيليتور، لو دخلنا عليها هتلاقي فيها زوايا كده، البنت انجل، لا مش عارفه الانجل بتاعت كل الديتيلز دي، اقدر مثلا ادخل الديتيلز او الارقام بتاعت الزوايا دي وابدا اشوف الجو موشن بتبقى عامله ازاي.
بس دي بس اقدر استفيد من الارقام، اشوف مثلا ان الكناين هو اللي بيلمس ولا البريمولر، هل هو كناين جايدنس ولا بريمولر ولا ايه. دي الداتا اللي انا شفتها واللي انا قدرت اتعامل معاها. في حاجات ماتش مور ادفانسد جدا في حته الاوكلوجن دي، اتمنى ان انا اقدر اوصلها واوصلها لكم في يوم من الايام، بس انتل ناو في ناس كتير احسن مني يتكلموا عن الاوكلوجن، ما بالك بقى بالديجيتال اوكلوجن. موجود في سوفت وير زي الاكسوكاد اللي انا اتعاملت عليه، في الارتكوليتر دي تقدر تتعامل مع الزوايا اللي موجوده جوه الارتكوليتر، تبدا تغير فيها بناء على الفيسبول اللي انت اخدته والزوايا اللي انت ظبطتها، وتبدا تدخلها وتشوف اللي جوه هو بيتحرك في اللاترال رايت لاترال ليفت لاترال بروتروزف، تبدا تشوفها فيجوالايزد قدامك على السوفت وير، وتقدر تتحكم ايه السنان اللي تلمس وايه السنان اللي ما تلمس في الموفمنت دي. ده اللي انا شفته حتى الان. مور ديتيلز اي هوب يعني ان يبقى في تطور فيها ونقدر نتعلمه ونعلمه لبعض. بس عندي كمان هنا دكتور اسامه بيسال على البروبلمز اللي ممكن تواجهنا واحنا بنستخدم الانترا اولر كاميرا سكانينج. انترا اورال سكانرز، احنا قلنا ان الانترا اورال سكانر ده هيبقى تكنولوجي جديده انت هتجيبها عندك، وهتبقى محتاجه ليرنينج كيرف تتعود عليه. من المشاكل مثلا اللي ممكن تجيلك بعيدا خالص عن اي حاجه ليها علاقه بالاسنان، البيشنت ممكن يتنفس من بقه فيعمل بخار ميه على الميرور، هي في النهايه مرايه فيها الكاميرا اللي بتصور فيديو ستريمينج، فدي ممكن تشبر. طبعا من خصائص ان الكاميرا دي ان هي تبقى انتي فوج، ان هي تمنع التشبيره دي بعد فتره او تروح بعد ثواني يعني، دي برضو ليميتيشن. حاجه تانية زي ان مثلا تبقى انت عامل بريبريشن فيرتبريب مثلا وعايز تاخد سكان في نفس اليوم وفي بليدنج كتير، فانت مش عارف توقف البليدنج ده، فما تيجي تصور بالسكان هيبقى في بليدنج، فبالتالي مش هيبقى الجزء بتاع المارجن واضح، فيفضل ساعتها ان انت توقف البليدنج كويس جدا بالستاتيك ايجنت مثلا، وتبدا بعد كده تاخد سكان. حاجه تانية زي مثلا التلتد تيث، يعني انا مثلا عايز عندي مثلا 5 عامل له بريبريشن وال6 تلتد شويه، فعايز اجيب الكونتاكت او السب كونتاكت الحته اللي تحت الكونتاكت اريا، عشان لما السوفت وير بتاع الديزاين يجي يادابت الكونفكستي بتاعه الكراون يبقى الديتيلز كلها واضحه، ما تبقاش حته مش موجوده. فان انا احاول اروتيت مثلا التب بتاعت السكان عشان القط الحته دي، دي محتاجه ليرنينج كيرف، او محتاجه ان انا ابقى ادابت كده مع السكان بحيث ان انا اقدر الف التب بتاعتي جوه عشان القطها. فدي من ابرز المشاكل اللي ممكن تقابلنا، ومش بسميها مشاكل يعني، هي مش مشاكل، انا بسميها تشالنجز للي لسه بادئ انه يستخدم الانترا اورال سكان. لكن ان انت بقى ازاي تتعامل معاها، ده اللي هيفرق حضرتك او اللي بيستخدم السكان من اول ما بدا لحد ما مثلا بقى له فتره. فهماني ازاي؟ فهي مش مشاكل قد ما هي تشالنجز، حاجات بتعوقك وانت بتاخد سكان في الاول لحد ما تقدر تظبط عليها. ديب مارجن، في بليدنج كتير ازاي توقفه الاول، حاجه مثلا زي الكونتاكت، ازاي تعمل روتيشن للتب بتاعت السكان جوه بق البيشنت بحيث ان انت تاخد كل الاريا، حتى زي الاندر كات مثلا اللي موجود، ازاي تعمل تقف وتاخد سكان كويس وتتحكم في السلايفا وتتحكم في تانج البيشنت، كل ده تبقى مش مشاكل قد ما هي تشالنجز انت بتحاول تتغلب عليها بالليرنينج كيرف بتاعك. في سؤال تاني من دكتور عمار بيقول بيقول طيب يا دكتور، بما ان السوفت وير الوحيد اللي فيه هو البلو سكاي، هل منطقي ان انا اقعد فترة اتدرب على يعني على تقريبا 2D من غير اكسو كاست، وبعد كده مش هيكون تضييع للوقت وانا يعني مش بستغل لما اجي اشتغل على 3D شيب، تقريبا الشغل هيكون على سوفت وير تاني تقريبا، ده اللي حصل معانا. هي انا مش عارفه البروبلم فين بالظبط، بس هي السوفت ويرز مش هو الوحيد الفري، في برضه هتلاقي عندك المش ميكسر، مش ميكسر ده برضه فور فري، بس هو حاجه يعني مبتدئه جدا، مش اسهل حاجه يعني، في طبعا سوفت ويرز ثانيه بس بفلوس غاليه، ولكن موجوده. انا على حسب ما انا فهمت اللي هو، طب انا ليه اقعد اتدرب على 2D لما 3D موجود؟ خلاص اوكي انت كده جاوبت على نفسك، اتدرب على 3D. هتقول لي 3D بفلوس، هقول لك ماشي، استخدم مثلا البلو سكاي في موديول الكراون اند بريدج، ابدا اتعلم عليه شويه، بعد شويه ابدا اشوف مثلا سوفت ويرز في مش ميكسر، بس مش الطف حاجه ومش احسن حاجه،
شوف ناس معاها السوفت وير الثانيه، اقعد جنبه شوف المعامل دلوقتي موجود عندها السوفت وير دي، روح وقف مع وقف مع المعمل اللي قريب منك وشوف هو بيستخدم السوفت وير، وروح اقف معاه وهيرحب بيك جدا كدكتور، مش هيقول لك حاجه. فما تخليش الدنيا ليميتد قوي على الريسورسز اللي في ايدك، في ريسورسز تقدر تستعيرها من اللي حواليك وتتعلم، ما توقفش يعني. الموضوع مش مضيعة للوقت خالص، طول ما انت ناوي ان انت تتعلم فربنا هيسر لك الامور، وهي طول ما انت بتاخد بالاسباب يعني. وانا موجودة، عايز تسألني في حاجة في وات ايفر سوفت وير هو ايه، لو انا عندي نولج هقول، لو ما عنديش برضه هدلك على اللي احسن مني في النقطة دي. بس تمام دكتور عمار، وصلت الإجابة ولا ممكن تكتب السؤال يا إما كله عربي يا إما كله إنجليش، عشان بس أقدر إيه، لأنه الكلام لما بيتكتب عربي على إنجليش بيتعكس، فبضطر أرتب الجملة. بس هي دي الفكرة، لو أنا وصلت السؤال صح يا ريت حضرتك تكتب لي إنه تمام تمام أو أي سؤال تاني. تمام، مفيش أسئلة تانية. انا بشكر حضرتك جدا 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 يا دكتورة سميرة، بجد حقيقي محاضرة ممتعة، وحضرتك يعني افضتي في الشرح. اشكر حضرتك. في سؤال تاني، في سؤال تاني من دكتور أسامة، هو بيسأل على اسماء شركات في مصر بتبيع سكانرز. لا يعني دول كتير جدا، دول كتير جدا، عندك كير ستريم، عندك ميديت، عندك الهوراين، عندك حاجات كتير جدا يعني، في سكانرز كتيره جدا موجوده. على فكره السكانرز هتزيد كمان يعني، هتلاقي عندك عدد الشركات بيزيد. السكانرز از هاردوير يعني، جزء الهاردوير كلها تقريبا شبه بعض، هو الفرق بس هيبقى في السوفت وير. فلا السكانرز، سكانرز كتيره جدا موجوده يعني، ممكن اسماء اللي انا قلتها، ممكن اسماء تانية يعني، حاجات كتير. تمام، أي سؤال تاني؟ يس، أي سؤال تاني؟ آخر نداء دكتور أحمد بيقول أتواصل مع حضرتك عشان سعر الأيزو، إزاي أتواصل مع حضرتك عشان سعر الأيزو؟ سعر ال سكانرز اي جس الاي او اس صح انت الاول أيوة اس يعني. اي اسئله تانية حتى لو الوقت بتاعنا الوقت ما سمحش، خلاص احنا عدينا اهو الساعه. لو الوقت حتى ما سمحش الوقت ان في اسئله، انا موجوده، ده الفيسبوك اكونت بتاعي، في الانستجرام، انا عامله انستجرام تشانل سميره كاد كام، انا مخصصاها لاي حاجه انا بعملها ليها علاقه بالديجيتال دينستري يعني. فيو ويل بي مور ذان ويلكمد ان انت تسالني وانا ارد عليك، ده شرف ليا. ولو في حاجه بيوند ماي سكوب يعني، لا في اساتذه كتير نقدر نسالهم، ولحد ما نشوف المعلومه اخرها فين يعني، احنا ورا العلم يعني. تمام، نشكر حضرتك يا دكتورة سميرة بجد على وقت حضرتك، حضرتك شرفتينا ونورتينا وأفدتينا. إن شاء الله أنا بإذن الله. جملة أخيرة يعني اللي أنا بأكد عليها، اللي أنا قلتها كتير جدا، 3 كلمات: see, understand, and act. وسع الدايرة اللي حواليك، دخل معلومات جديدة، دي مايند سيت، دي دماغك اللي أنت بتحاول تطور فيها. هقول لك الكلام اللي بيتعاد، استثمر في نفسك، بس وسع دايرة المعلومات اللي داخلة، دايرة السي، دايرة الرؤية، دايرة الداتا اللي داخلة لك، وبعد كده استوعبها وإديوكيت يور سيلف فيها، بعد كده اكت، خد اكشن بس يعني. لو انتوا طلعتوا بالجمله دي بس فده مرضي جدا ليا، وشكرا لكم على الاستضافه، ويا رب كده اكون ضيفه خفيفه عليكم، واتمنى ان هو فعلا علم ينتفع بيه، ده الشعار اللي انتوا حاطينه دايما على كل اللايفز، فيا رب كده يكون علم ينتفع بيه، وربنا ينفع بينا دايما، واحنا كلنا بنتعلم والعلم مكتسب. بس شكرا. العفو العفو، حضرتك نورتينا يا دكتور. ان شاء الله بإذن الله ميعادنا في لايف جديد يوم الجمعة الساعة 9 من سلسلة علم ينتفع به من دمياط دنتال كورس. حضرتك نورتينا وأفدتينا وأمتعتينا، وبشكر حضرتك على وقتك، ومع السلامة، وشكرا ليكوا على حسن استماعكم. شكرا، مع السلامة، شكرا.